إن إحياء اليوم العالمي للمتاحف يهدف إلى إتاحة الفرصة للمختصين ومهنيي المتاحف للتواصل مع المجتمع لزيادة الوعي بأهمية المتاحف في تنمية المجتمعات وتطويرها، كما أن المتحف ليس فقط لحفظ الكنوز والآثار التاريخية والتراثية والثقافية، بقدر ما هو مركز علمي وثقافي لنشر العلوم والتعريف بالتراث مهد البشرية. وعلى ضوء ذلك حرص المجلس العالمي للمتاحف على الترويج لأهمية المشاركة المتاحف بمختلف أنواعها وتخصصاتها منذ عام 1977 حتى يومنا هذا، وبات إحياء اليوم العالمي للمتاحف يجذب المشاركين في كافة أنحاء العالم، ما منحه شعبية واسعة. وفي بيانها، وزيرة الثقافة وتعزيز التنوع أشتا جبرينسي أشادت بجهود الحكومة الانتقالية، كما أن المتحف الوطني يضم عددا من القطع الفنية والأثرية، وهذا دليل واضح لمهد البشرية داخل المتحف الوطني، فإن هذا الأخير يبقى المؤسسة الوحيدة في العالم التي تحتوي على حضارة عمرها 7 ملايين من السنين. ومن ناحية أخرى، فإن إحياء هذا اليوم يسهم في إثراء الثقافات وتشجيع التفاهم والتلاحم الاجتماعي والتعاون بين مهنيي المتاحف والشعوب الأخرى.